السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة لما تزيد السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر الساعة. وأيضا نتوقع عودة للرطوبة النسبية ابتداء مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا انخفاض نسبي في درجات الحرارة العظمى ما دون درجة إلى 3 درجات مئوية. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت. أجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة سرعتها 5 كيلومتر، درجة الحرارة الحالية 45 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية نوعا ما 7%، رؤية أفقية جيدة تزيد عن 5 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، ولا تزال بلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مأثر علينا ومأثر على شبه الجزيرة العربية. ومع آخر تطورات العاصفة المدارية من المتوقع اتجاهها في الغرب، تأثيرها المباشر على سلطنة عمان ومحافظتي الجنوبية الشرقية والوسطى، مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة خفيفة، ورياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة. الليلة أجواءنا حارة إلى حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى متزايدة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة على المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، بالنسبة للمناطق الغربية سالم الشقاية 29 درجة مئوية. مع بداية ساعات الصباح الأولى الأجواء معتدلة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، متوقع تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية في مدينة الكويت، بالنسبة للأحمدي 27 درجة مئوية، مدينة الجهرة في 28 درجة مئوية، السالم والشقاية انخفاض نسبي قد تصل إلى 25 درجة مئوية. باكر الظهر طقس حار والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاوتة ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. المد الأول إن شاء الله في الساعة 5:31 دقيقة صباحا، المد الثاني في الساعة 9:23 دقيقة مساء، بالنسبة للجزر الأول في الساعة 12:14 دقيقة صباحا، أما الجزر الثاني في الساعة 1:53 دقيقة مساء. المواقيت على حسب التوقيت المحلي: مدينة الكويت موعد أذان الفجر في الساعة 4:18 دقيقة، موعد شروق الشمس في الساعة 5:37 دقيقة، أما غروب الشمس في الساعة 5:44 دقيقة. الطقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله في مدينة الكويت ابتداء من يوم الثلاثاء حتى يوم الأربعاء، طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين متفاوتة ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية. ابتداء من يوم الخميس طقس رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وحار، وتحول الرياح إلى رياح الكوس جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا متوقع انخفاض نسبي في درجات الحرارة ما دون الدرجة إلى 3 درجات مئوية ما بين 41 إلى 44 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة على عواصم العالم.